عملت ايه في مركز البريد؟ في السنترال. السنترال. فالمهم كسر السنترال. لما قعدنا وخلصنا بنديك صحه برضه. وقال لي بقى هذا، قال لي انت كان ليك، قعدت مع الممثلين بقى اياد نصار واحمد صلاح حسني، احمد رزق، البنت الصغيره اللي عملت دور عظيم جدا اسماء ابو اليزيد السيناوية. السيناوية. محمد جمعه اللي عمل دور سيناوي. فالمهم قعدت معاهم كلهم وكل واحد يسالني سؤال اجاوبه عليه بخبرتي السابقه في العمليات. وبعدين قال لي انت كان ليك وقع شهيره في المنصوره. قلت له وقعت ايه؟ فقال لي وقعت سنترال. انت عرفت؟ قلت له عرفتها منين؟ قال لي عرفتها بطريقتي، انا عاوز اسمعها منك. قلت له والله انا كنت في وانا في راس العش، بعد نصرينا في راس العش، حبيت انزل المنصوره، في المنصوره عشان قلت اروح سنترال في المنصوره، اروح اطمن على وحدتي وحدتي تطمن علي. فدخلت سنترال عباره عن 10 ادوار، وتحت في وسائل اتصال، ما كانش في وسائل اتصال، فكان عباره عن كباين، وتدخل في بنش كبير كده، تدخل على البنش تطلب، وبعد كده بعد ما تطلب على البنش يقول لك في الكابينه رقم كذا. فدخلت على البنش، طلبت بورسعيد، استنى بورسعيد تيجي، ما جاتش. فرحت له تاني، قلت له بورسعيد ما جاتش. قال لي طيب اقعد واحنا هنجيبها. انا كنت لابس ملكي. رحت له ثالث بقول له بورسعيد ما جاتش لغايه دلوقتي. فقلت اقول له انا ظابط يمكن. فقلت له انا ظابط ووحدتي في بورسعيد وعاوز اطمن عليها، اطمن عليا. فرد عليا رد غريب جدا، ظابط ايه وكلمه ثانيه ملاك. فلما قال لي كده الدم جري في عروقي، فشلته وانا شايله كده، فالجنبه قال لي بورسعيد في الكابينه رقم كذا. قمت سايبه ودخلت اتكلم في الكابينه. فبعد ما سيبته دخلت اتكلم في الكابينه، فطلعت بعد طلعت لقيت في هيصه بره وظباط كذا، واقبل يا ديان، ويسقط جمال عبد الناصر، وحاجه في منتهى السوء. انا لم اتمل، ولقيت الناس بقى اتلمت يعني. فانا كظابط في قوات مسلحه لا يمكن ارضى على نفسي ولا على رئيس جمهوريتي ان حد يهني ابدا، ولو واحد هان قوات مسلحه ولا وما حدش حاسس من جواك اصلا. فخلاني مشاعري راجع من عجبها. فقمت بقى بالايه؟ بالاستنترال واللي موجودين فيه كلهم. المشهد اقل من عكس الحقيقه ولا ده اقل من الحقيقه؟ عملت ايه بالظبط؟ انا بقول لك انا خليت قفلت الاستنترال. اقسم بالله انا مش على كده، انا بقول لك في مشاعر داخليه، وانا كنت واخد بطوله البوكس ايامها، واخد بطوله قوات مسلحه. فانا وبعدين كنت رياضي يعني، مش سن بقى يعني. فطبعا ما رضاش على لا على رئيس جمهوريتي ولا على نفسي ولا على قواتي المسلحه. اللي هي قواتي المسلحه عمري ما سيب، حتى في سني ده، حتى في سني اللي انا فيه ده. ف جينا بعد كده قاموا قفلوا الباب الكبير اللي بره، وراح مستدعين الشرطه واستدعوا هم اللي قفلوا ولا انت اللي قفلته؟ هم اللي قفلوه. لا 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 هم اللي قفلوه. لا هم قفلوا الباب اللي بره واستدعوا الشرطه واستدعوا الاسعاف. ده بعد ما حضرتك كسرت السنترال. خدت ثلاثه. هم اتهموني بقى ان انا اخدت الايراد بتاع هو طبعا كلام كله كلام ليس له اساس، بيبرروا هذا الكلام. فالمهم ان انا بعد كده خدونا رحنا على اسم الشرطه. كنت اعرف انا ضابط كان اسمه كمال قاسم في امن الدوله، فقلت له يا كمال انا في الحته في اليوم حصل كذا. فجالي وبدا يبلغ القاهره بالاحداث اللي حصلت اول باول. هو طبعا مما لا شك ان هو كان في المحافظات في الوقت ده كانوا بيبلغوا يقول لك الموقف السياسي هادئ والدنيا هادئه ومفيش حاجه. لكن ازاي موقف سياسي هادئ والناس بتشتم رئيس الجمهوريه وبتشتم ضباط القوات المسلحه؟ فقعدوا في تحقيقات معايا كثيره، وجابوا لي والدي وجابوا لي ناس كتير. ولكن انا بقول ان لان الانسان اللي يفرط في كرامته ولا يفرط في كرامه رئيس جمهوريته ولا يفرط في كرامه قواته المسلحه، لا بقول لك ما يستحقش ان هو يلبس الكاكي. طيب. ويلبس هدوم القوات المسلحه ويبقى عضو في القوات المسلحه.